اساعد الناس علشان يعرفوا اسمائهم عشان اسهل عليهم عمليه الانتخاب. طبعا وزاره الشباب والرياضه جايه هنا كفئه، طبعا احنا فئه مهمه جدا في الدوله ولازم ننزل عشان نساعد الناس ونقدر نحقق الحاجه اللي بنحلم بيها في البلد. تروح الروح للتعاون والانتماء ما بين الناس، والناس لازم تشارك، والناس مش خايفه، ان احنا طبعا اللي بيحصل عندنا مش خايفه من اي حاجه، ونازله ومبسوطه وفرحانه. طيب بص يا عم، ممكن في لجنة تانية هنا ولجنة هناك، بتعرف اسمك وبتعرف اسم اللجنة التانية؟ طبيعي بالتأكيد، ونكمل المشوار. قال لي حاجة نعمل موضوع زي كده. يعني احنا النهارده لو ما مشيناش في سير الخط بتاع الدولة هنا هنعمل في مين؟ عشان ننمي البلد، عشان نمشي بالطريق السليم الصح. تعالي يا حاج، اتفضل. تعالي يا حاج، ماضي. تمام، حطيتي؟ اه الحمد لله.